طيب دلوقتي الانستولر فتح معانا الفونديشن، خلينا نمشي مع الفونديشن ونبدأ الانستوليشن بتاعنا بتاع الكلاستر. طيب اول حاجة احنا بنختار الهاردوير بتاعنا، سواء كان نوتانكس سواء كان ديل، لينوفو، اتش بي اي، ايا كان الهاردوير بتاعنا ايه. فهنختار الهاردوير بتاع نوتانكس، ما عندناش ار دي ام اي بس رو. النتورك ده ريليتد بالابلينك، لو احنا هنعمل ال اي لينك اجريجيشن. طبعا احنا عندنا هنا في زي ما كنا قلنا ان احنا عندنا تو بورتس، التو بورتس دول هيوصلوا على اتنين او تو ابلينك سويتشز. البورت ده هيوصل على ابلينك هنا والبورت ده هيوصل على ابلينك هناك. فلو احنا على الفيزيكال نتورك نفسها عاملين كونفيجريشن لتو بورتس دول ان هم يشتغلوا ال اي سي بي، اجي هنا اقول له ان انت هتشتغل ال اي سي بي. لو استاتيك هنخليها استاتيك، بس الديفولت اللي هو النان، النان ده اللي هو هنشتغل اكتف ستاند باي، فواحد بيكون اكتف والتاني بيكون ستاند باي. طيب بعد كده هيقول لي اختار، حط لي السبنت ماسك بتاع الكنترولر فيرتشوال ماشين والهوست. طبعا الاثنين الهوست والكنترولر فيرتشوال ماشين بيكونوا في نفس الفيلان وبيكونوا في نفس السبنت، فانا بدي له السبنت ماسك بتاعتي وادي له الجيت واي بتاعهم. بعد كده يقول لي اديني الاي بي ام اي، السبنت بتاع الاي بي ام اي، واديني الجيت واي بتاع الاي بي ام اي. الـ BMI اللي احنا كنا عاملين له assignment من شوية لما وصلنا للسكرين، وصلنا الكيبورد على السيرفر، وهنا بختار له بقول له ان ده النتورك ادابتر اللي انا هخرج عليه. يعني هو بيعمل هنا سكان للادابترز الموجودة جوه اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر اللي انا هعمل منه انستليشن، بيديني هنا البورتس بتاعتي، فانا هختار من هنا البورت اللي انا واصل بيه على السويتش اللي واصل عليه النوتانكس بوكس. زي ما قلنا احنا عندنا سويتش واصلين بيه النودز دي كلهم، ووصلهم باللابتوب بتاعي اللي انا هعمل منه انستليشن، فانا هختار الفيزيكال ادابتر اللي هو انا واصل بيه، وهديله الاي بي بتاعي اللي انا بكومينيكيت بيه مع البورتس على السويتش. هنا هنبدأ نديله بقى الاي بيز بتاعت الاي بي ام اي والديسكفري. هو باي ديفولت بيروح يديسكفر، فانا لو رحت ديسكفرد باي ديفولت بيروح يديسكفر اوتوماتيك لوحده لو قدر ان هو يشوف النودز، او ما قدرش يشوف النودز فانا اقول له ايه ادي النود مانوالي، يبدا يظهر لي الانترفيس ده. الانترفيس ده طبعا انا كنت قبل ما اروح، انا مش رايح اديسكفر دلوقتي الاي بيز، انا كنت مجهز الشيت بتاع ده فيه الاي بيز اللي احنا محتاجينها دول، الاي بي ام اي والهايبرفايزر والكنترول في ام اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم. فانا دلوقتي معايا الاي بي ادريسز بتاعي، فانا عارف الاي بي ام اي انا كنت عملت له اسايمنت، فهدي له الاي بي ام اي الرينج بتاعي 10 10 20 2 مثلا 3 4 5. هدي له الهوست اي بيز، كل هوست منهم انا عندي بلوك فيه 4 نودز، فهدي له الهوست اي بيز اللي هم 4 اي بيز، وهدي له كنترول فيرجن ماشين اي بيز، وهدي له الهوست نيم بتاع الهايبرفايزر. فانا محتاج الديتيلز دي اللي انا جمعتها قبل ما اروح هناك عشان اعمل منها الانستليشن، عشان وقت الانستليشن اكون جاهز بالاي بيز وما ياخدش معايا وقت اديله ارمي الاي بيز بتاعت اللي انا مجمعها هنا وابدا ريسكفر النودز واديله الحاجات دي. طيب بعد كده هيقول لي اديني الكلاستر نيم، فهديله كلاستر نيم، هقول له نوتانكس كلاستر. هعمل التايم زون بتاعي، هختار الريبليكيشن فاكتور، فانا الريبليكيشن فاكتور احنا كنا اتكلمنا عليها يا اما 2 يا اما 3. انا هختار الديفولت بتاع الريبليكيشن فاكتور 3، بختار الريبليكيشن فاكتور 2، بختار الكلاستر فيرتشوال اي بي ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الماستر اللي هو الفيرتشوال اي بي بتاع الكلاسترز كلها، ان انا هعمل عليه كونكت بعد كده عشان اقدر اعمل مانجمنت الانترفيس. هديله الان تي بي الاي بي بتاع الان تي بي، هديله الدي ان اس. طبعا الحاجات دي لازم تكون موجوده ولازم تكون قادر ان هو الدي ان اس ده يكون يريزولف من عندي من اللابتوب بتاعي، ويكون ريزولف الهوستس والكنترولر فيرتشوال ماشين، فكلنا في نفس النتورك. وهديله الرام بتاعه الكنترولر فيرتشوال ماشين، هي باي ديفولت الرام بتشتغل على 24 32 عشان لو احنا هنعمل ريد ورايتس كتير، او انا عندي هيفي لود فاخليها 32 وبتشتغل لحد 64 ممكن نضيف زي ما احنا عاوزين، بس المينيمم ما يكونش اقل من 12. 12 هتبقى البرفورمانس بتاعه قليل، 24 معقول وال 32 كده. طيب بقول لو انا عندي ان في ام اي مود، لو انا عندي اول فلاش وفي ان في ام اي، فلازم يكون الكنترولر بتاعي على الاقل 40 جيجا بايت عشان تقدر تميت البرفورمانس بتاع الهارد ديسك اللي هو السريع ده.
طيب بعد كده هنا بديله الـ AOS، الـ AOS فايل انا بكون بعمل له داونلود من هناك زي ما احنا قلنا. لو انا كده ببدأ، لو انا مش ضيفه بضيفه من هنا، بيكون عندي انا عامل داونلود الـ AOS بيكون .tar.jz، بعمل داونلود من عند تانكس بورتال. بمجرد ما اعمل له داونلود اعمل له ابلود هنا واعمل ابلود، فهنا بختار الهايبر فايزر اللي انا هعمل له انستول. فباي ديفولت لو انا هختار اتش في، فالاتش في اوريدي موجود مع الاي او اس اللي انا هعمل له داونلود. طب لو انا هختار اس اكس، اس اكس لازم اكون انا اروح اعمل له ابلود عندي هناك. طيب باي ديفولت انا هختار الاتش في، لو هختار اس اكس هعمل له ابلود من هنا، لو هختار هايبر في برضه هروح اعمل له ابلود من هناك وادي له الكونفيجريشن بتاعته للهايبر فيزر ده. فانا هختار اتش في، مش محتاج اعمل حاجه تانية. وبعد كده هروح اديله الاي بي ام اي يوزر نيم وباسورد، هديله الادمن، هو الديفولت بتاع ادمن، ادمن كابس، كابس ادمن ده الديفولت بتاعه، هروح اديهم له. وبعدين ابدا اقول له ايه ستارت الانستليشن ده. وانس ان انا قلت له ستارت الانستليشن، هو يبدا يعمل انستليشن لوحده. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا اول حاجه ان هو هي بيعمل حاجه اسمها فاونديشن وايمجينج. الايمجينج ده اللي هو بيعمل ايه، او الفاونديشن بيعمل ايه؟ بيعمل اول حاجه الايمجينج بيعمل انستول للاي او اس على الكلاستر دي كلها، بيعمل انستول للاي اتش في لو انا هشتغل اتش في، او بيعمل انستول اس اكس اي لو انا هشتغل اس اكس اي. ف ده مرحله الفاونديشن بتاعتي، ده مرحله الانستليشن. وانس ان انا وصلت لحد هنا اقول له بروسيد، يبدا هو يكمل الانستليشن. بعد كده ابدا اعمل انا كونكت على البريزن او الفيرتشوال اي بي اللي انا عملته. بالفيرتشوال اي بي ده هبدا ان انا اعمل كونفيجريشن، او ابدا ان انا خلاص الكلاستر عندي ريد انها تشتغل و تكون جاهزه للشغل هناك. فاقول له بروسيد، انا ما عنديش كلاستر عشان يشتغل. فهو يبدا يعمل ايه تشيكنج الحاجات ويبدا الانستليشن بتاعه. فكده انا خلصت الفاونديشن. وانس الفاونديشن خلص ابدا اشتغل على الكلاستر. هو هيبدا بقى يعمل تيست بتاعه. وانس ان هو هيتشيك على الاي بي ام اي وقدر ان هو يوصل للهوست، يبدا مرحله الفاونديشن والانستليشن. طيب خليه كده يخلص الانستليشن، وبعد كده نبدا نعمل كونكت على البريزم بتاعنا.